الفوز عند المنظومة الفنية النصراوية موجودة أبو نايف بحكم متابعتك؟ أنا أثق جدا بقراءتك الفنية. أم أنه الظهور بهذا الرتم الفني خلينا نقول العادي في أغلب مجريات المباراة أمر طبيعي، في المقابل الوحدة إيش تغير فيه؟ طبعا بالتأكيد أنت ممكن لما تكون منافس يكون عندك أمل، تكون الرغبة في الفريق كبيرة جدا، لكن لما المنافسة عندك يعني تصير تتلاشى عندك، خصوصا أنه مثلا خلينا نقول أن الهلال بعد فوزه على 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 الفتح بالطريقة اللي فاز فيها مثلا اللي جت بصيص أمل، بعدين واصل الهلال فوزه، بعدين في مباراة العدالة بالأربعة واضح أن الهلال يعني لن يكرر أخطائه السابقة. في مقابل ذلك بالتأكيد أنها تضعف من الدافعية عند لاعب النصر. ممكن الآن في الفترة الحالية مدرب النصر يستغل الموضوع هذا في إعداد الفريق الموسم القادم. ترى أغلب الفرق اللي موجودة الآن أنت تشوفها في الأهلي، تشوفها في مثلا في التعاون، تشوفها جالسة مخلية الجولات هذه استعداد الموسم القادم، خصوصا اللي في المناطق الدافئة، لأن المنافسة اللي فوق تقريبا فرق فيها الهلال كثير. الآن في منافسة في الآسيوية، بقية الفرق اللي تتضح واضح فيها مثل نادي الأهلي اليوم، واضح فيها نادي النصر في التغييرات هذه كلها. خلنا نقول الوحيد اللي جالس ينافس وتشوفه أنت اللي هو حمد الله، عنده هدف يبغى يحققه، خلنا نقول اللي هو تسجيل أهداف، إضافة إلى أنه أصلا في الأصل عنده اللاعب هذا حب للأهداف، تحركات زي كذا، لأنه عنده إضافة هدف يبغى يحققه بخلاف الآخرين. نادي النصر من مباراة تقريبا أبها إلى الآن أنا أشوف أنه تغير حتى التكتيك اللي جوا، أنه حمد الله أصبح يرجع وراء هو اللي يصير متحرك يروح على الطرف اليسار، موسى داخل في خط 18. لذلك أغلب خلينا نقول المتابعين يلاحظون برضو مرابط اختفى ليش؟ من قوة مرابط أصلا في المباريات كلها يساعد متركي في الأوفرات، صحيح. فإذا صار حمد الله مو في خط 18 مرابط يوقف ما يدخل ضمن، إضافة إلى أن إحنا كثير كم مرة مرابط واضح أنه يثبت الكرة في السابق يحضن عليها ينتظر حمد الله يرفع الأوفر، الآن اللعب يبغى له لمسة والثانية لمسة والثانية، وهذه هي اللي خلت مرابط يوضح أنه إذا جت الكرة بدأ يعطلها وينتظر ينتظر ينتظر كثير. لذلك أحمد موسى أحدث، يعني أنا خلنا بتكلم عن ناحية من ناحية الخططية بغض النظر عن تضييع أهدافه، ولكن واضح في الطريقة هذه أن حمد الله يسحب المدافعين، أحمد موسى يتقدم اللعب للكور اللاعبين صار فصار في حل قاعد يحاول يوجده السيد فيتوريا بالتأكيد. نعم. هذه الوحدة أنت تشوف حين نتائجه ولا هدف سجل وعليه تقريبا 4 أهداف في بداية المباراة، في بداية الده 5 لاعبين ملعبهم، بعدين غير وجاب 5 لاعبين. أنا خوفي بس أن على العلاقة الشخصية الكارينيو تغلب على الجدية في الفريق، لأن كارينيو إحنا عارفين إنه فريندلي مع اللاعبين كثير، صحيح. الوحدة يبغى له وقت، يعني أنت لما يختفي لاعب زي أنسيلمو كان قايم بأدوار كثيرة، صحيح. كان عمود فقري الوحدة على ما فرقه اليوم في الدوري لياقيا أنت تشوفه قاعد يتمشى، مو هذا أنسيلمو، صحيح. نيكاتي كيف انطلاقات الانفجارية في السابق مو هذا نيكاتي، نعم. عرفت لما تشوف قدوين برضو نفس الحكاية، كان حل تكتيكي يعني مو طبيعي اللي هو اللاعب الأسترالي، نعم. فلذلك الوحدة الآن جالس يتنازل عن طموح المقعد الآسيوي، لازم يلحق على عمره في الجولات القادمة ويلتفتون للفريق أكثر من ناحية المدنية.